كان قبيلة القطعان في خضم الأحداث التي تحدث في وطننا الحبيب، وترسيخا لمبادئنا العظيمة التي نستمدها من ديننا الحبيب وما ورثناه من أجدادنا وجهادهم العظيم، نعلن نحن قبيلة القطعان أولا نبارك قرار سيدي القائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر تسليم المواني النفطية للحكومة المؤقتة. ثانيا كما تبارك قبيلة القطعان الانتصارات المتتابعة من تحرير مدينة درنة من الإرهاب وتحرير المواني النفطية من العصابات المارقة، ونترحم على شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى. ثالثا كما ندعم الجيش الليبي في حماية السيادة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي على أرض الوطن. رابعا ترفض قبيلة القطعان تقسيم ليبيا تحت أي مسمى كالفدرالية والإدارة الذاتية وغيرها، وأن ليبيا وحدة واحدة. خامسا عاشت ليبيا حرة أبية واحدة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار صدر في مدينة طبرق دار السلام.